أنا وياك كلامك سعودي مرة. إيه الحين المقولة تقول من عاشر قوم من 40 يوم ما صار منهم. بالك بعشرين سنة. خلاص تركت سويسرا. إيه طيب كل كم تروح لما؟ أروح له بس بالرمضان أحياناً عشان أصلي التراويح وأرجع. بس كسكن مستحيل أترك المدينة. إحنا عبد الملك تركنا سويسرا والله بجمالها وأنهارها، هي جنة الله في الدنيا على قولة الناس، يعني دائما يقولون سويسرا جنة الله في أرضه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام والله ما ينطق عن الهوى، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد. فوالله ما إن سكننا المدينة والله ما نبغى لا نجعلها سويسرا ولا محسنة. ولكم أملاك في سويسرا وأقارب. كل شيء أبوي تركه، كل شيء عشان ليسر لنا رجعة لسويسرا مرة ثانية. ما شاء الله تبارك. طيب جواد لكم أقارب هنا؟ هنا بالسعودية ما لنا أقارب، عندي أقارب بسويسرا مثل جدي وجدتي كلهم نصارى وبعض القارب، لكن ودي والله أنهم إن شاء الله يهتدون يدخلون الإسلام عشان يعيشون اللذة اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن للإيمان لحلاوة، عسى الله يذوقنا إياكم إياها يا رب. جواد أنا أسمعك قبل شوي تقول إنه جدي وجدتي نصارى. أي صحيح بسويسرا. طيب عايشين. طيب حصل بينكم مشكلة بعد ما أنتم دخلتوا بالإسلام؟ لا حنا أنا زي أنا ولدت بالإسلام، لكن أمي يوم أسلمت يعني صارت في مقاطعة بينهم كذا تقريبا حول 20 سنة، قاطع الوالدة مرة نهائيا لا سلام ولا كلام. جدك وجدتك؟ إيه لين قبل 5 سنوات تقريبا الحمد لله رجعت الأمور. فبس إذا جبنا طال الإسلام طرفنا كذا في المواضيع يقولون لا يعني لا تكلم في الإسلام، لكن عسى الله يشرح صدورهم متفائلين بالله. في الختام عبد الملك عندي أمنية واحدة بس، إنه كل نصراني كل يهودي كل الأديان هذه الغير مسلمة إنهم يعيشون لذة واحدة بالإسلام، بس لذة المناجاة مع الله عز وجل. يا أخي تفرش السجادة حتى لو ما قلت اللي بخاطرك، يعني أنت بس تسجد الله عز وجل يعرف إيش عندك، هذه ترى ما هي إلا بالمسلمين. فالحمد لله. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. انا حطيت سنابك. الله يسعدك. ويا حظ اللي يبي يتابعك. شرف لي والله. وجه سمح. الله يسعدك. اي والله اي والله. يا حظ الله بشفتكم معرفتك. الله يبيض وجهك. ها جواد. بيه. هلا والله عبد الملك. بالله الارض ذي ما تسوى سويسرا وجنات الدنيا. الا والله. وهالمنظر الحلو. الا والله. الحمد لله. والله يحفظنا بالمدينة يا اخي. اللهم لك الحمد. الملك هذه المنطقة هنا نكشاتها مختلفة عن الحرم كله. هنا كان في بير للصحابة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، أول ما أنزل الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون تصدق بهذا البئر لله ولرسوله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعذب معه لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، مو بأردى شيء عندك تعطيه للفقراء، لا أفضل شيء تعطيه للفقير. يقول عبد الملك مثل هذا الباب في باب بالجهة الغربية يسمى باب النساء. النبي عليه الصلاة والسلام كان مجتمع مع الصحابة فقال اقتراح لو تركنا هذا الباب للنساء، وآخر شيء ما خلاه للنساء، لكن ابن عمر اقتداءا بالنبي عليه الصلاة والسلام